اهلا بحضراتكم من جديد. معايا النهارده اتنين يعني من لعيبه النادي الاهلي ما شاء الله ظهروا يعني في وديه الفريق الاول مع شارع التامين بشكل جيد جدا، حتى يعني الجماهير بدات تتكلم عليهم بشكل مميز، جماهير بداوا يعني يرددوا اسمائهم. هم خريجي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ما شاء الله بقالهم سنين كبيره مع قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لما جت الفرصه وبدا يعني ان الناس تشوفهم بداوا يقولوا لا ده احنا عندنا لعيبه مميزه في قطاع الناشئين. هنبتدي الاول بالمهاجم فهد جمعه. منور يا فهد. منور يا كابتن، طبعا مرحب بحضرتك، انا مبسوط جدا انا بحضرتك وشرف ليا ان انا على قناه النادي الاهلي، واتمنى اكون ضيف خفيف على الساده المشاهدين ونعمل حلقه جميله ان شاء الله. ان شاء الله. تاني لاعب برضو اللي ابتدى المباراه هو لعيب برضو مميز، يعني شبه وليد سليمان كده في ادائه، في الرشاقه بتاعته في رجليه الشمال، وليد مصطفى. منور يا كابتن وليد. منور حضرتك يا كابتن اسامه، مبسوط ان انا مع حضرتك ومبسوط وشرف لاي حد وشرف لاي لعيب في مصر ان هو يكون موجود مع حضرتك وموجود في قناه الاهلي. طبعا ان شاء الله نعمل حلقه كويسه النهارده. ان شاء الله يا كابتن باذن الله. معانا التقرير في الاول، معانا طب تعالى نروح نشوف التقرير ده قبل ما نبتدي الحوار مع ضيفي فهد جمعه ووليد مصطفى. وجه لاعبو فريق الشباب كلمات الإشادة والشكر للجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بطريقتهم الخاصة على قرار الاهتمام الخاص بمنجم المواهب في قطاع الناشئين بالنادي. رد شباب الأهلي على الاهتمام بتطوير القطاع بطريقتهم في التألق، سواء في فرقهم الجديدة التي خرجوا لها للإعارة لاكتساب خبرات جديدة، أو بالتصعيد للمران والمشاركة مع الفريق الأول للكرة. حظيت أغلب المواهب الشابة بدرجات الإشادة وكلمات الثناء من بيتسو موسيماني المدير الفني، وعلى رأسهم أحمد عبد القادر حمدي ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي ومحمد شكري ومحمد فخري وشادي رضوان والعربي بدر وغيرهم من المعارين لأندية بالدوري، أو مصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وآخرهم وليد مصطفى وفهد جمعة، والذي خطف الأضواء بشدة في مشاركتهم الودية مع الفريق الأحمر أمام مصر للتأمين. قدم لاعبو فرق الشباب والناشئين أنفسهم بصورة تعكس مدى اهتمام لجنة التخطيط ومحمود الخطيب، وباتوا كنزا حقيقيا وعناصر مبشرة لمستقبل الأهلي. كنا هنا في برنامج الأشبال جزءا من المشروع الكبير، تبنينا الفكرة وتابعنا تطورها، وكنا جزءا مهما منها، منحنا لاعبينا ونجوم المستقبل فرصة حتى تتعرف الجماهير عليهم. ومع قدراتهم ومواهبهم وخطط الإعداد لهم والاهتمام الخاص بهم، قدمناهم هنا في قناة الأهلي ليعرف الجميع أسماءهم مبكرا. واليوم معنا في برنامج الأشبال الثنائي الصاعد بقوة فهد جمعة ووليد مصطفى، لنتحدث عما مضى وطموحات المستقبل.